هنا ايضا جاءت مع اختها المتوفاة البقية في حياتي ام سولفينا انا ام احمد سنان ابراهيم العزاوي من 6/12 في الهند عالج ويا اختي نعم لي 5 أشهر صار علاج وخلال 10 ايام توفت يوم 15 توفت ولحد الان بالثلاجه نعم والمستشفى ده طالبني مستشفى جايبي نعم ده طالبني بفلوس يقولوا لي زرق الابر لازم 3 ايام هي تبقى بالثلاجه نعم وانا صار لي من يوم 15 10 ايام صار لها نعم لازم ادفع بعدهم 10 ورقات ما عدا الجثه والتحنيط وهاي شهادتي الوفاء نعم هاي شهادتي الوفاء هذه شهادتي الوفاء وهذه 20 على اساس طياره اختي المتوفيه وهذه هي سفاره العراق إننا ناشد أريد أهل الغيرة أهل الشرف أريد بس أوصل الجثة للعراق بس نعم. أوصلها أدفنها نعم. مو كرام الميت دفنه نعم. يعني في قبلوها هسه ليش طيارة ودوا الطهران طيارة الألمانية طيارة للأردن ما بيهم كورونا بس الهند بيها كورونا نعم ودا نسوي تحليل كل أسبوع إحنا دا نسوي تحليل يأخذون من عندي ورقة كل أسبوع أم شهادة الوفاة شهادة الوفاة هذه أحد الموتى اللي متوفين اللي هنا بالهند ايضا عندنا متوفي اخر ايضا هنا قبل هذا الوقت هذا الناس وهذا حالتهم كلهم عوائل يعني اللي تارك مريضه يعني استاذ احمد انت تارك بنتك بالشقه بالفندق نعم واجيت لهنا للتجمع بنتك شنو اللي بيها؟ بيها مرض سرطان وعمرها 13 الله يشافيها ان شاء الله ونتعالج ونريد نرجع تاركه وحدتي وجايه هسه من السفاره والسفاره مغلقه تمام والسفاره عتها علم انه احنا ثاني تجمع احنا نجي نعم السفاره عتها علم انه احنا موجودين هنا وراح نكون موجودين يعني اقترح على نعم دكتور يعني اقترح على المرضى العراقيين نعم لانه صار اسبوعين ثلاث اسابيع الناشد وماكو جواب نعم فاعتقد هاي يمكن سفاره الجمهوريه البيلاروسيه نعم نروح نطلب اللجوء من السفير البيلاروسي بلكي يطلع لنا اي سفير اخر وهاي شارع السفارات نعم ممكن يستجيبون اكثر من يحس بالنفس اولا السفاره تعلم بالوقت نعم ولم ياتي احد لاستقبالنا نعم والذي يحس بالنفس من خلال وسائل الاعلام يوجد مريض واحد تركي في السويد نعم مصاب بكورونا نعم تروح طائره